بالنسبة لحالة السماء ستبقى على العموم أجواء مغشاة جزئيا وشبه رعدية، وهذا على كل السواحل. حتى بالنسبة للمناطق الداخلية هنا تكون مرفوقة بأمطار رعدية محلية خلال الظهيرة، للإشارة قد تنتقل هذه الرعود خلال الليل نحو السواحل محليا. أجواء شبه رعدية ستميز الجنوب الغربي شمال الصحراء والصحراء الوسطى، مشمسة على العموم بالجنوب الشرقي. تبقى تنشط بعض الأمطار الرعدية المحلية والموسمية نحو أقصى الجنوب إلى غاية مرتفعات الهوغار والتاسيدي، كما ستنشط أيضا بعض الزوابع الرملية المحلية بالجنوب الغربي. الحرارة خلال ليلة اليوم إلى غاية فجر يوم الغد تبقى مرتفعة تفوق 20 درجة على كل المناطق الشمالية، لتقارب 27 درجة كعلى مقياس بغليزان عنابة وطرف، أما جنوبا 22 درجة كأدنى مقياس بتمن راس، تصل إلى 27 درجة بإيديزي، 29 درجة بتندوف، وتتراوح ما بين 30 إلى غاية 32 درجة نحو الصحراء الوسطى لغاية أقصى أو بالنسبة لمنطقة الواحات، بينما 33 درجة ستكون كأعلى مقياس بأقصى الجنوب. فيما يخص الحرارة القصوى خلال يوم الغد كما سبق الذكر، ستعرف تراجع محسوس على كل السواحل لتقارب 32 درجة فقط بالعاصمة، في حدود 35 درجة بوهران وعنبة، 37 درجة بغليزان والجلفة، بينما تبقى مرتفعة بقسنطينة تيزي وزو لتقارب 40 درجة جنوبا، 36 درجة بتمن راس، 38 درجة بجنات. أجواء حارة تبقى تميز شمال الصحراء إلى غاية أقصى الجنوب، لتقارب الحرارة 46 درجة بشمال الصحراء وهذا تحت الظل لغاية إن صلح، 47 درجة كعلى مقياس بأدرار وتميمون، وتتراوح ما بين 43 إلى 45 درجة من إنجزام نحو تندوف. فيما يخص الملاحة والصيد البحرية، البحر سيكون قليل الاضطراب إلى مضطرب نحو السواحل الغربية، الرياح تبقى ضعيفة بسواحل الوسطى متغيرة الاتجاهات، معتدلة بسواحل الغربية ضمن تيارات جنوبية غربية، تشتد خلال الظهيرة نحو السواحل الشرقية لتقرب 50 كم في الساعة، وتأتينا من شرقية إلى جنوبية شرقية.